شنو غادي نقول لك يعني الرجاء وما بين الوداد هما كما يعرفوا كاع المغاربه جوج فرقات اخطر فرقات اللي زينين تبارك الله وعندهم لعبه مزيانين. وشنو نقول لك حنا انا كنقول واحد الحاجه لو ميغ غاني يعني الفرقه الزينه ان شاء الله هي اللي غادي تديها بما ان باقي خمسه د كما نقولوا خمسه د الماتشات باقي للرجاء عندها الرجاء عندها الحظ ديالها انها تكون تفوز باللقب وبما ان الوداد راه الاولى نتمنوا ان شاء الله يعني لاي فريق نجاح ويدي له. بالنسبه للتوقع ديال الديربي كنظن ان الرجاء البيضاوي غادي تربح هذه المقابله وكنتمنى ايضا تفوز بحكم اننا كنشجع فريق الرجاء البيضاوي وكنتمنى تسود الروح الرياضيه ما بين الفريقين وتكون واحد المباراه في القمه تعطي صوره ايجابيه للكره المغربيه. لا كنظن مازال الحديث شويه على تحديد البطل انما الرجاء البيضاوي كنظن يعني المقابله ديال الديربي كتعطيها واحد النفس باش تمشي تكمل مزيان في البطوله. كنظن اذا فاز الرجاء تقدر ان شاء الله تاخذ البطوله. السلام عليكم. بعدا بالنسبه لمقابله الديربي يكذب عليك الكذاب شي واحد يعطيك النتيجه ديالها. الديربي كيلعب على جزئيات صغيره اللي مستعد ذهنيا راه هو اللي كيربح. هذه واخا الرجاء خسرات غيدخلوا بمعنويات شويه طايحه ولكن ماشي مشكل وكنتمنى الفوز للرجاء البيضاوي. شخصيه البطل كنتمنى تكون في حل العام اللي فات تبقى حتى لاخر دوره ان شاء الله عاد نعرفوا شكون هو البطل. الله يبارك فيك. مباراة الديربي مباراة ما عندهاش المنطق خصوصا بعد النتائج اللي تحققت المباريات الامس انتصار نادي الوداد الرياضي بالنتيجة العريضة على المغرب التطواني والهزيمة ديال المطارد المباشر ديال نادي الوداد الرياضي اللي هو الرجاء اللي انهزم امام يوسف برشي. الديربي ما عندوش المنطق وكيف تنعرفوا الديربي اللي تيكون محضر معنويا وذهنيا هو اللي تينتصر. الديربي تيلعب على جزئيات بسيطه واخا انها تتكون في قمه العطاء ديالك وتتجي مباراه الديربي وكاع وتقد تنهزم فيها لان الديربي ما عندوش المنطق ان اللي غادي يكون المدرب خصوصا اول مره غادي يتلاقاو المدربين بجوج اللي هما من التوانسه بجوج الشابي والبنزرتي غادي يتلاقاو بجوج وخصوصا انهم غادي يعرفوا انه المباراه الاياب انتهت لصالح نادي الوداد الرياضي بهدفين لصفر. الرجاء غادي يبغي يرد الثار ديالو لهذا غادي نشوفوا مباراه قويه ونتمنوا اننا رغم غياب الجماهير الملعب والدفع ديال الجماهير نتمنوا يكون الدفع ديال رقعة الملعب احسن ولهذا تنطلب ان التحكيم يكون نزيه. هادشي اللي تنطلب من الجامعة ان تعين حكم يكون نزيه. نشوف بانهم الرجاء ولا الوداد فريق بيضاوي بجوجهم ثانيا كتبقى الامتيازات كاين اللي مر على هذا ومر على هذا في النتيجة يخدع مثلا ما فيش اختيار غير هو على حسب التكتيك واللعب ديال اللعابه في هذاك الوقت ديال الديربي. يعني ما كيهمش بالنتائج السابقه؟ لا كتكون نتائج مختلفه على حسب مره الرجاء مره الوداد والامور غاديه بحال هكا. هذا الشيء اللي كنعرف انا على الديربي. اش غنقول لك الديربي كيبقى بوحده فريق الرجاء راك عارفو فريق كبير عالمي الوداد حتى هو بجوجهم كيصارعوا على اللقب. دابا الرجاء تقساد دابا من العصبه الوداد حتى هي تقساد يعني بجوجهم دابا الهدف الوحيد دابا هو البطوله يعني الديربي هو النقطه الاساسيه اللي غتكون حاسمه بين شكون غيدي اللقب وهذاك راه هو اللي عطى واحد لافونتاج باش غتمشي به خير فهمتي هذاك واثر عليها سلبيا شي ماتش ديال برشيد البارح فهمت والو خويا اللعابه ما بقاوش باغيين يلعبوا ولا ما فهمتش. هذا هو الغرض ديال المدرب هادشي اللي بان لي انا هذا هو المنطق اللي لعب به المدرب انه ولا كيفكر عنده جوج فينالات واحد في شهر 8 ديال كاس العرب اللي هو 8 المليار واش غتقارنها مع البطوله غتقارنها مع الكونفدراليه اللي هو لقب غالي لا راه ما يمكنش فهمتي هنا مدرب كيخدم فهمتي التكتيك ديالو يقدر يخسر هذه المقابله
دونك باقي شحال من ماتش؟ باقي 6 ماتشات. الوداد اللي ربحات الديربي وربحات جوج ماتشات البطوله ديالها. الديربي راه الله الا ربحات الرجاء دونك انا ممكن نعطيش ارباح الرجاء، ما غتقدرش تربح حيت الديربي غيخرج شاهد. هذه حاجه باينه، لا ما كاينش رد الدين كل سنوين، هذه معروفه ما كاينش رد الدين عند الرجاء الوداد. الديربي عام تعادل عام ربح الفرق.